معظم الناس يعتقدون خطأً أن سبب خلع الورك الولادي لحديثي الولادة ناتج عن الآلات المستخدمة في التوليد أثناء عملية الولادة، إلا أن خلع الورك هو أحد التشوهات الخلقية العظمية، حيث يمثل خلع الورك الولادي حالة من سوء تصنع مفصل الورك الذي قد يتطور خلال الحمل أو بعد الولادة في الطفولة المبكرة. موضوع خلع الورك إذا بدنا نحكي بشكل بسيط ومفصل وصريح، هو عدم تناسب بطول الطرفين. يعني الطفل أول ما بيخلق بيكون عندنا عدم تناسب بين طول الطرفين السفليين، طبعا هذا إذا كان عندنا خلع ورك ولادي صريح. هالحالة هي إذا كانت موجودة فنحن بنلجأ لعلاجها بشكل فوري، بيكون بعبارة عن أجهزة تبعيد، ممكن بالنسبة للطفل ممكن يكون علاج بيكون ضمن المشفى عبارة عن رد مع سبايك كجبسي. مهم بعمر الأربعين يوم خلينا نقول أو لحد الأربع شهور زيادة زاوية التقابل بين رأس الفخذ مع الجوف الحقي لكي تتم عملية النمو بشكل أسرع. إذا كان في عندي خلل بموضوع النمو تتم عملية النمو بشكل أسرع. أما في الجانب الآخر والذي يدخل في اختصاص الجراحة العظمية أيضا، تنكس المفاصل، وهو التهاب مفاصل ميكانيكي الطبيعة، عادة شائعة بعد سن الأربعين، ويعتبر أشعة عند النساء أكثر من الرجال، فيما يعتبر حدوث تنكس المفاصل شائعا في مفصل الركبة. ولكن التهاب المفاصل التنكسي يصيب بشكل عام أيضا المفاصل الحاملة لوزن الجسم مثل الوركين وأسفل الظهر، كما أنه يصيب مفاصل اليدين الصغيرة عند الأشخاص أصحاب المهن اليدوية ومستخدمي الكمبيوتر وأجهزة الهواتف المحمولة بشكل مفرط. تنكس مفصل الركبة ممكن نقسم لأربع درجات، طبعا بالدرجات الأولى والثانية بصور الأشعة البسيطة طبعا بتكون بوضعية الوقوف ممكن تبين لي الانقراص اللي رح يكون هو انقراص بسيط بالمسافة الأنسية مع بداية تصلب حواف. طبعا الانقراص ممكن يكون بالمنطقة الوحشية أو بالميديال باللاترال كومبارتمنت اللي هي الحجرة الوحشية، ولكن هو أقل شيوعا بكتير. طبعا العلاجات بشكل أساسي بالدرجات الأولى والثانية، طبعا منبلش بالدرجات البسيطة اللي هي العلاج الفموي، ممكن نلجأ لمضادات الالتهاب غير استيرويدية في حال ما كان عندنا أي مضاد استطباب عند المريض لحتى يأخذ الأدوية هاي، من ارتفاع توتر شرياني، من أي مشاكل كلوية تانية، فخيار مضادات الالتهاب غير استيرويدية لتسكين الألم هو خيار فعال بالبداية مع الجلوكوزامينات. صراحة الجلوكوزامينات بالدرجات الأولى والتانية ممكن تلعب دور بتغذية الغضروف في آلية التشرب وممكن تريح المريض بشكل كتير كبير. يعتبر حاليا العلاج بحقن البلازما PRP والبلازما والفيبرين PRP and BRF وكذلك حقن الخلايا الجذعية المستخلصة من الخلايا الشحمية والدموية من أحدث طرق العلاج التي أحدثت ثورة في العلاج للتنكس الغضروفي وساعدت بتحسين نوعية حياة بعض المرضى.